طيب بمناسبة كلامنا عن مصر، خليني أفتح الكلام مع حضرتك على مباراة بكرة كل المصريين مستنيينها، ويمكن المنتخب من فترة طويلة ما اديناش حالة زي حالة ماتش السودان ترفع كده من أملنا وأحلامنا في مباراة الجزائر بكرة. تحدي صعب ومواجهة يمكن تخفف من حدتها شوية فكرة إن الفرقتين تأهلوا، لكن تبقى حضرتك عارف طبعا إنه مباراة مصر والجزائر في أي بطولة وتحت أي مسمى مباراة من نوع خاص جدا، والخاص فيها جدا انك انت تبقى اول مجموعه برضه. طبعا عندك التياحيه انك توصل مع فريق تتفادى المغرب. يعني لا مش يعني الجزائر والمغرب اعتقد وجهين العمله واحده. يعني واللي عايز ياخد بطوله بدل ما يبقوا مواجهتين صعبين ورا بعض، يعني الى حد ما ممكن برضه الاهلي كان لازم يقابل سان داونز ويقابل ترجي ويقابل الوداد ويقابل الزمالك وياخد البتاع، والحمد لله الحمد لله منتخب 7 لعيبه من النادي الاهلي، لعيبه متمرسه، لعيبه ذو خبرات، لعيبه ازاي يتعاملوا بالتيمبو والايقاع في خلال المباريات الكبيره. الجميل في المباريات الكبيره انك بيبقى عندك حريه تلعب، يعني انما ان انت بتبقى ضاغط على ناس بتلعبك 8 ورا او بيلعبوا 5 4 1 دي بتبقى مقفله عليك المساحات كلها، وبتبقى حاجه مزعجه للمديرين الفنيين مش للعيبه بس، او اللعيب جوه بيحاول يستغل الامكانيات بتاعته الفرديه والجماعيه على اساس انه يخترق هذه الحاجات وانه يترجم الاهداف دي. لما بتلعب مع فريق يقدر يلعب معاك جيم مفتوح بتدي لك المساحات اللي انت تقدر توازي فيها السرعات والفرديات بتاعتك. انا من يعني من شكل ما انا بتفرج على فرقه الجزائر والناس كلها يعني مهوله قصه ان الجزائر فرقه جامده جدا وفي على عيني وراسي، فرقه لعيبه بيعرفوا يمسكوا كوره ويلعبوا كوره وينقلوا من نص ملعب لغايه العمق الهجومي والدفاعي ويبقى ليهم تواجد. انما مش مع مصر، مش مع المغرب، مش مع الفرق الكبيره اللي هي موجوده في القاره الشماليه او في قاره افريقيا. يعني يقدروا نقدر زي ما احنا عدينا لبنان مثلا، عدينا السودان في نفس الشكل وهم نفس الايقاع معانا. انما انا شايف ان حاله الضغط عليهم بيفقدوا الكره بسرعه. انا شفت ده في لبنان لما بياخدوا الكره، لبنان ارهقتهم وبياخدوا الكره بيعمل اي شكل فردي عليهم بيحسوا بخوف وبيحسوا. ودايما احنا لما بنهجم على اي حد وبنضغط على اي حد بتبقى لنا التركيز والاستحواذ في كل شيء. فهو ده اللي انا باماله لمنتخب مصر، انه يفهم الكوره بتاعت فرقه الجزائر شكلها ايه. فرقه الجزائر من نوع لو سبت له مساحات هينطلقوا، انما انت لا خدت زمام الامور اعتقد ان الكفه هتبقى 70 30 كمان.